مقبرة كوملويث هي مقبرة أثرية تضم يعني بريطانيا، بالونيا، استراليا، نيوزيلندا، تركيا، الهند، وتعتبر أكثر من 100 سنة، فمقبرة أثرية تعتبر ودخلت كتاريخ أثري. فإحنا بدورنا نحافظ عليها. و قبل 2003 كانت مقبرة تراثية، مقبرة الإنجليز، ورجوري، ثيل، يعني بس يعجبك تقعد بها المقبرة. ورا 2003 المقبرة انهملت، عرفت شلون عيني؟ يعني صارت نفايات، تعرف تكرم حيوانات بها صار. في كل بنكيان أو في مقر الوزارة ما أدري. هذه المقبرة هي جزء من التاريخ العراقي، لأن حتى إذا وجد فيها الهنود أو الإنجليز وقبر جنرال مود وأيضا الآخرين، ففي نهاية المطاف هي جزء من التراث العراقي وكذلك من تاريخ العراق، لأن هؤلاء قضوا نحبهم في العراق ومن أجل قضية حتى لو كان هناك زمن الاحتلال.